شرحنا في مثال سابق عن موضوع تدجين الحمامات واختيار الصفات أو الألوان التي أراد الإنسان أن يحابيها. فعندما تم تدجين الحمامات، قام الإنسان باختيار أفراد ذات صفات معينة محببة أو مفيدة إلى الإنسان. هنا قام الإنسان بالتوجيه الاستنواء عن طريق السماح بتكاثر الفئة المفضلة من الطيور أو تلك الطيور التي تحمل الصفات المفضلة. هكذا ساعد في خلق أصناف جديدة مفيدة له. هذا ما نسميه بالانتقاء الصناعي، لكن طريقة مماثلة تعمل الطبيعة أيضا بما نسميه بالانتقاء الطبيعي، حيث تتمايز صفات الأفراد داخل النوع الواحد في الطبيعة. لكن هنا تقف الطبيعة على اختيار الصفة المفضلة بدلا من الإنسان في مثال الحمامات. فالصراع من أجل الموارد يعني أن الأفراد الأكثر تكيفا سوف يستمرون بالتكاثر جيل بعد جيل. بعبارة أخرى، سيتم اختيارهم ونسميه انتقاء أو اصطفاء. وبهذه الطريقة تنشأ أنواع جديدة نتيجة للتغيرات في البيئة والظروف. هذا الانتقاء يمثل الفكرة المركزية لداروين والرؤية الحاسمة عن الأسباب الكامنة وراء التطور. في الحلقة 38 من سلسلة القنيبي التي أخذناها كمثال على تجني الخلقيين على العلوم، شرح فيها باقي أركان نظرية التطور وفق رأيه، وسماها الانتخاب الطبيعي الأعمى والطفرات العشوائية. تحدثنا في حلقة سابقة عن موضوع الطفرات العشوائية، ونتحدث اليوم عن موضوع الانتقاء الطبيعي. يسخر القنيبي من فكرة الانتقاء التقاربي Convergent Evolution التي تفسر تشابه الكائنات المشينية والجرابية رغم أنها ليست من أصل مشترك قريب. تبرير التشابه وفق نظرية التطور أنها عاشت في بيئات متشابهة. فيعترض هنا القنيبي ويقول: لكن الخفاش والحيتان عاشت في بيئات مختلفة، ومع ذلك تملك جهاز استشعار Ecolocation متطابق، فكيف حصل ذلك؟ يضرب مثال آخر وهو أسماك القشريات، مجموعتي أسماك شبه متطابقة رغم أنها تعيش في بحيرتين مختلفتين. تقولون أنها انحدرت من سلف مشترك لكنها انفصلت إلى عدة بحيرات، فكيف تعيش في بيئات مختلفة وتبقى متشابهة في صفاتها؟ سميت طبعا هذه الظاهرة بظاهرة التطور المتوازي Evolution. يقول قنيبي: هكذا هم أصحاب الخرافة، يضعون فقط أسماء لظواهر تتحدى نظرية التطور دون أن يقدمون تفسير معقول. سنتفحص هذا الادعاء. أسألكم يا أتباع نظرية التطور، الكائنات المشيمية والجرابية، هل هناك علاقة بينها حسب شجراتكم التطورية؟ قالوا: لا، بل انفصلت أصولها عن بعضها قبل 160 مليون سنة. ما بالها إذن متشابهة جدا في الشكل مع اختلافها الكبير في التشفير الوراثي وأجهزتها الحيوية؟ هل هذا عمل العماية والعشوائية أم خالق جعلها آية على قدرته؟ قالوا: أبدا، بل هذه ظاهرة اسمها Convergent Evolution، التطور المتقارب، يعني تغيرات صدفية غير مقصودة، لكن تشابهت بيئتها فعمل الانتخاب الطبيعي عليها بنفس الشكل وأعطت نتائج متقاربة في كائنين لا علاقة بينهما. ما يسميه القنيبي هنا ترقيع للنظرية هو في المجال العلمي وفي كل العلوم، ليس فقط في نظرية التطور وعلم البيولوجيا، يسمى بالفرضية المساعدة Auxiliary Hypothesis. هذا الخبيث يحاول دائماً أن يدس خبثه في عملية التصحيح العلمي وفي المنهج العلمي لكي يسخفه ويبين أنه ضعيف ومتهالك ولا يقدم تفسيرات إلى آخره. في بعض الأحيان تكون النظرية العلمية عاجزة عن تفسير ظاهرة طبيعية ما. كل شيء يعمل لحد هذه اللحظة، ومن ثم على سبيل المثال تتناقض التجربة مع المعرفة المقبولة السابقة لدينا وفق هذه النظرية. لدى العلماء خياران هنا: أما التخلي عن النظرية القديمة وإيجاد نظرية جديدة، أو إيجاد طريقة لتعديل أو توسيع النظرية القديمة. هذا يحدث كما قلنا في كل العلوم. ولنأخذ مثال من الفيزياء. الفيزيائيون مثلا يعتقدون بقوة قانون حفظ الطاقة، حيث أدركوا على مدى الأعوام الطويلة بأن هنالك أشكال متعددة من الطاقة لا يمكن أن تفنى أو تستحدث، بل يتم حفظها وتحويلها من شكل إلى آخر. قانون حفظ الطاقة يعتقد بأنه قانون عالمي، وبالفعل لن يتم العثور على أي انتهاك لهذا القانون. الفيزيائي النمساوي ويليف جانج باولي، وعندما قام بفحص بعض التفاعلات النووية، وجد أن هناك بعض أشكال الطاقة تبدو بأنها غير محفوظة، لكنه تردد في التخلي عن فكرة قانون حفظ الطاقة باعتباره مبدأ علمي راسخ وقديم، وقام بتطوير فرضية مساعدة Auxiliary Hypothesis.
فرضية تدافع عن النظرية بواسطة توقعات قابلة للاختبار لتساعد في التخمين عن تلك الطاقة المفقودة. وبالفعل فقد فسر ذلك بأنها كانت محمولة على جسيمات أولية نطلق عليها اليوم تسمية النيوترينو. باولي لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل طور أنموذجا رياضيا للتنبؤ ببعض خصائص هذه الجسيمات الأولية لدرجة تمكنه بالتأكد من وجودها، وهي الآن نظرية راسخة رغم صعوبة الكشف عنها. هذه النيوترينو لو أنها لن تظهر عند الكشف أو اتضح أنها كانت تمتلك خصائص خاطئة، خصائص تختلف عن التنبؤات التي وضعها باولي، فهذا يعني أن نظرية باولي فاشلة، وبات لزاما عليه أن يضع فرضية مساعدة أخرى أو البحث عن نظرية مختلفة تماما. في الواقع مجرد الإشارة إلى الفرضية المساعدة ليس كافيا بالمرة، كان على باولي أن يستخلص نتائج الفرضية وكان على شخص آخر اختبارها. جاء دير جاوين الذي ادعى أن هناك نوع من الماء اسمه الماء المبلمر وقام بتجربة لثابته لكنه لم ينجح. ماذا قدم هنا؟ قدم فرضية مساعدة. ادعى في هذه الفرضية أن التقنيين الذين عملوا معه لم يبقوا أجهزتهم نظيفة كفاية لكنها كانت خاطئة عند تجربتها، وبالتالي تم تجاهلها. الفرضية المساعدة في العلم ضرورية وليست حبال طرزان كما يدعي القليل. نتحدث أيضا عن مثال نظرية الانفجار العظيم التي يتمسك بها الخلقيين لإثبات وجود تفسيرات غيبية لوجود الكون، لكن هذه النظرية في وقت ما أيضا فشلت في تفسير التجانس والتسطح في الكون، وفشلت كذلك في تفسير غياب أحاديات القطب. فهل يكفي عجزها عن تفسير هذه الظواهر لتخطئتها والتخلص منها نهائيا؟ بالطبع لا، فنظرية الانفجار العظيم يدعمها كم هائل من الأدلة العلمية، وذلك ما دفع الآن ألين كوث لوضع نظرية جديدة مكملة لها لتفسير هذه الظاهرة الطبيعية التي عجز الانفجار العظيم عن تفسيرها وسميت بالتضخم الكوني Cosmic Inflation. وهذه اليوم نظرية مثبتة علميا وفق آخر النتائج والفحوصات التي زودنا بها مبحث سير. لكن القنيبي يطرح سؤال، كيف حصل تكيف مشابه لكائنين لم يربط بينهما سلف مشترك؟ ويجيب نفسه بنفسه بذكر التطور المتقارب Convergent Evolution. هو أمر نعرفه تماما، هذا التطور نلاحظه في الثدييات التي هاجرت البحر كالحيتان التي تطور لديها زعانف من أطرافها الأمامية، ونعرفه في السنجاب الطائر المشيمي والسنجاب الجرابي. ما يثير دهشة القنيبي ربما أن لديها هذه القدرة على الجليدينج لتطور نسيج جلدي فليبس بين أطرافها، وبالتالي اعتبر هذا ينسف التطور. والغريب أنه يستصغر عقول المتابعين بشكل غريب بأنه يقول هنالك تطابق ما بين الكائنين وما بين الصفتين. الكائنات الحية التي لا يربط بينها سلف مشترك قريب ولكنها تعيش في ظروف بيئية مشابهة أو نمط حياتي متشابه، فذلك يجعلها تمتلك سمات متشابهة وفقا لآليات التطور. ذلك تشابه بالطبع وليس تطابق كما قال القنيبي، والاختلاف شديد، فهذه من المشيميات وهذه من الجرابيات، وهذا يترتب عليه اختلافات ضخمة على المستوى التشريحي والجيني وفي التصنيف ضمن شجرة الحياة. وبالتالي هو ليس دلالة على السلف المشترك القريب، ولكنها مع ذلك تشترك بسلف مشترك كونها ثدييات. على سبيل المثال هي تشبه في شكلها إلى حد ما الجرذ. ثانيا، التطور المتقارب ملاحظ في الطبيعة بشكل كبير، فأرنب يعيش في سيبيريا ويكون فراءه أبيض لا يعني بأنه ابن عم للدب الأبيض القطبي. الطبيعة وظروفها الضاغطة جعلت من الحيوانين يكتسبان صفة مشتركة فقط لا غير. لنأخذ المثال الآخر، جهاز الاستشعار بالصدى أو جهاز تحديد المواقع إيكولوكيشن. هو مثال رائع لتكيف معقد. داخل الخفافيش هنالك 8 أنواع رئيسية من هذا الجهاز لتحديد طبعا محيطها المباشر القريب عليها. فأي من هذه الأجهزة يقصدها القنيبي في عبارته؟ هنالك من يستعمل طريقة النقر الخفيف على اللسان من الخفافيش طبعا ليبعث صوت، ثم يرتد بتصادمه بشيء ما موجود في المحيط البيئي كالعوائق مثلا أو الحشرات الطيارة لتلتقطها الخفافيش من خلال آذانها المتحركة. جنس الروزيتا من الخفافيش بما في ذلك خفاش الفاكهة تطلق هذه النقرات عن طريق طقطقة اللسان على قاع الفم لينتشر الصوت ويلتقى الصدى المرتد على آذانهم المتحركة ببراعة شديدة، مما يسمح لهم بتعديل حركة طيرانها لتجنب العوائق في الكهوف المظلمة.
أما بالنسبة للخفافيش التي تقضي المزيد من الوقت في صيد الحشرات الطائرة المحلقة بالهواء الطلق، فإن الصوت المرسل يكون عن طريق عملية نقر مختلف للأصوات، وهو صوت يدوم 5 مرات أطول من النقر السريع لخفافيش الكهوف. أما الحيتان التي لديها أيضاً جهاز استشعار، وهو طبعاً نقصد هنا نوع الحيتان المنقاري تحديداً، فإن أصوات الاستشعار بالصدى تنشأ عن طريق ضغط الهواء المحصور في الثقب الموجود في مقدمة الرأس. هذه الحيتان تصدر طنين موقعي عندما تكون على بعد 2 إلى 5 أمتار أو حوالي 10 أقدام من الهدف الفريسة، وهو يختلف اختلافاً واضحاً عن الأصوات الأخرى التي تستخدمها الحيتان. فأي جهاز يريد القنيبي هنا مقارنته مع الخفافيش؟ هل هو جاهل فعلاً؟ أم هو يمارس عملية البهلوانية على متابعيه؟ لكن مبدئياً فجهاز السونار الحيوي لدى الخفافيش والحيتان ليس متطابق. هناك أمور متشابهة لكن ليس تطابق كما يقول. من ناحية أخرى، البحيرات في مثال الأسماك الذي قدمناه في البداية هي متشابهة في بيئاتها وليست مختلفة كثيراً. بيئة البحيرة تختلف عن بيئة الجبل مثلاً أو عن بيئة الوادي، لكن تتشابه مع بيئة بحيرة أخرى. أماكن حدوث الطفرات تتبع القانون الثاني في الثيرموديناميك وانحياز جي سي كما يقول العلماء. الأمر برمته والذي قمنا بوصفه مراراً وتكراراً، إن التقارب لا يحدث على صعيد ماكروي فقط، بل إن التقارب يحدث على مستوى جيني لشروط الطفرات الخاضعة للثيرموديناميك، بدليل إن الطفرات حدثت في مستوى 200 منطقة، عدد قليل منها 7 تقريباً مرتبطة بالسمع والرؤية، ونقصد هنا الكائنين الخفاش والحيتان. شرح كيفية حدوث التقارب يعني شرح أسس حدوث الطفرات، وهذا لا مجال لحشره هنا لأنه إغراق كثير وسندخل في موضوع آخر. رغم أن عين الإنسان والأخطبوط مثال شهير على التطور التقاربي، لكن مقارنة التمثيل الجيني بينهما أظهرت أن هناك فروقات كبيرة على المستوى الجيني. في دراسة حديثة تبين أن الجين المسمى بريستن يشارك في نمو الخلايا الشعيرية في الأذن الداخلية المسؤولة مباشرة عن السمع في الثدييات. الخلل الحاصل في جين بريستن ارتبط مع حالات الإصابة بالصمم في البشر والفئران، وفي تقصي أجري مؤخراً تمت مقارنة هذا الجين في أنواع ثدييات متنوعة كالخنازير والبشر والبقر وفرس النهر واليربوع والفئران والحصان والدلافين القارورية الأنف والعديد من أنواع الخفافيش. فكان جين بريستن متشابه بشكل ملحوظ في الخفافيش والحيتان والدلافين. لنستنتج من ذلك بأن هنالك نفس التعديلات في هذا الجين قد حدثت وبشكل مستقل عند الخفافيش والحيتان المسننة على حد سواء، وذلك نظرا لكونها أشكال حيوية منفصلة فترة زمنية طويلة جدا. التطور التقاربي يعني أن الأنواع لها خارجياً أو شكلياً خصائص وراثية متشابهة جداً، رغم أن هذه الخصائص لا تسببها جينات ذات سلاسل متطابقة مثل أسلاف الدلافين، حيوان ثدي يشبه غزال بري عمره 60 مليون سنة، بينما الأسماك التي تشبهها تطورت في البحر منذ 500 مليون سنة. التطور المتقارب هو أمر شائع لأن الأنواع البعيدة الصلة واجهت في مختلف أرجاء الأرض خلال الفترات الجيولوجية السحيقة من تاريخ الأرض مشاكل مماثلة كان عليها حلها بطرق ما لكي تستطيع الاستمرار. تعرضها لظروف بيئية متشابهة أدى إلى تشابهها الشكلي فينوتايب، وهذا واضح على سبيل المثال على أجنحة الخفافيش والطيور والتيراسورات. كل هذه المجموعات الناجحة قد طورت أجنحة بعد أن كانت في السابق فقاريات أرضية ولكن بطرق مختلفة، لكن ليس فقط على المستوى المورفولوجي، بل أظهرت الدراسات العلمية تطورات متقاربة واسعة على المستوى الجيني أيضاً مثل تلك التي بين الخفافيش والدلافين.
وكلاهما ثدييات بعيدة في صلة القرابة، لكنها مجهزة على حد سواء بتقنية الرصد بالصدى إيكولوكيشن. البحث الظاهر مثلاً يتحدث عن هذه التشابهات الخفية بين الدلافين والخفافيش. وهذا البحث أيضاً يعطي مقترح فهم كيفية حصول هذه التشابهات في التغير الجيني، أي أن الجينات نفسها تكون ربما متشابهة في بعض الأحيان. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم. شكراً جزيلاً للمتابعة، ونراكم في حلقة أخرى.